السلام عليكم، أتمنى الكل يكون بخير. في هذا الفيديو ستشاهدون كيف قمنا بتزيين غرفة للطيور. هي في الأصل ليست غرفتي، لكنها غرفة صديقي خير الدين طلب مني أن أساعده في تزيينها، فخليكم مع الفيديو للآخر مشان تشوفون الأفكار اللي طبقناها في هذه الغرفة. فيلا نبدأ الفيديو. إذا كنت جديد في القناة اضغط على زر الاشتراك وعلى الجرس ليصلك كل الفيديوهات، واضغط أيضا على زر إعجاب لدعمي أكثر. وهذا هو شكل الغرفة قبل التزيين، وقد استعمل الطلاء يعني الألوان بنفسجي وأيضا الأخضر والأصفر والأزرق، يعني هي ألوان تضيف بهجة على الغرفة وتناسب غرفة للطيور. بالنسبة للمجتمات قمنا باستعمال هذا النوع من العصا، وقمنا أيضا بتثبيت هذه المسامير على كل عصا لكي نقوم بتعليقها في الحائط. صافي هيدا. لا صافي. لا وين؟ حاليا انتهينا من المأكليات، استعمل هذول المأكليات اللي صنعناهم بإيدينا. واحدة هون، كمان هون، وهون. بالنسبة للماء يعني كحال مؤقت استعملنا هاي فيها الماء. وبالنسبة للأعشاش مثل ما شفتوا، يعني هاي الجهة بتاع الكوكتيل، وهون طيور الزبرة والبادجي والزبرة كمان. بالنسبة لهاي الأعشاش يعني لسه حيضيف أعشاش أخرى، لأنه هاي الأعشاش مانا كافية. وكمان الطيور اللي عنده يعني أغلبها يعني مانها واجدة، فراح يوفر الأعشاش، حيكون هاي الجهة كلها أعشاش إن شاء الله. والمجتمات يعني هاي طريقة مثل ما عم تشوفوا، إذا حابين أنكم تنفذوها بهاي الطريقة. بالنسبة لهاي النافذة حاليا ما عندها شباك، فراح تكون مغلقة. بعد يومين أو ثلاثة حيضيف لها الشباك، وبعدين راح نفتح النافذة وراح يدخل ضوء الشمس لهذا المكان. وحاليا حنروح نجيب الطيور ونشوف ردة فعلها في هذا المكان. الطيور حاليا موجودة في القفص، سنقوم بفتح الأبواب مشان الطيور تخرج. أصلاً هو كيف مشيت؟ هذا
شوفي كيفاش وقف. شوفي ديك التقابي ديك التراب. هاجي هاجي. كيفاش غيهبط؟ وحده. يلا عطينا اخرين. زيرو. ايه هذاك. شوف شوف الكاميرا وقف لي في الـ اخو الباقي لاصق ديك الحيط هادي بحال ديال يلا طير فأنواع الطيور موجودة في هاي الغرفة الكوكتيل أو الكروان طيور الحب أو البادجي الكنار والزيبرا موجودين هون وطيور أخرى واللي هي الفيشر على ما أعتقد الفيشر أو الروز الفيشر هدول الفيشر ما حب إنه يخليهم مع الطيور لأنه هاي المجموعة تهجم على كل الطيور فحيتركها في القفص بينما الطيور الأخرى يعني ما بتتضارب مع بعض. هو كي على طول تكلم بحس ما كيعرفنيش. والله ما تخافش عليك ما تحركوش. لا كي على طول بحس كاع ما كيعرفنيش فهمتي شفتي باقي خاصهم في هذا البيت هما الاعشاش لازم انه نضيف اعشاش كثير لان شايفين اعداد الطيور وايضا عظمة الحبار يجب ان تتوفر في هذه الغرفة شو ايضا يجب ان نضيف مأكلات اخرى وكنينات الماء اخرى وبس يعني هاي كفكرة وشكل الغرفة وأعتقد أنه وصلنا لنهاية الفيديو وحطوا لنا لايك لهذا الفيديو خير الدين حيفتح قناة لما يفتح القناة حتلاقوها في صندوق الوصف مشان تتابعوه ومشان تشوفوا أخبار هذه الطيور يعني عن التزاوج وعن الإنتاج وعن كل شيء فلا تنسوا تحطوا لايك وأشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله مع السلامة.
لصق فيا. لا خلينا نبدا نفتح. اه ويا صافي انا ندير لك الطويله. شكون هذا؟ هذاك مروط شويه. شحال ماشي مروط.